السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوينا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية. في هذا الفيديو الذي سنعرضه عليكم الآن هو فيديو حول التوسع الرأسي وتجييش النحل على طريقة الدكتور ماضي. هذه الطريقة قام بتجربتها الأخ الأستاذ رشدي زريقي من فلسطين، يشرح فيها طرق التلاعب بالإطارات لتوسيع عش الحضنة وتجييش النحل. فإلى الفيديو فكونوا معنا. إخواني الكرام، هذه الخلية رفعتها قبل 48 ساعة على طريقة الدكتور إبراهيم ماضي، والطريقة كالتالي: كانت هذه الخلية 6 إطارات، والملكة ملقحة تقريبا صار لها حوالي 25 يوم، يعني الحضنة تاعتها بدأت تفكس، فرفعتها بالطريقة بهذه الطريقة. الطريقة هي تتلخص كالتالي: إنه رفعت 3 إطارات للأعلى وبقيت 3 إطارات بالأسفل في صندوق التربية، وفي صندوق العاسلة في عندي 3 إطارات، لكن أنا وضعت كالتالي: الإطار هذا رقم 1 هو إطار المخزون الغذائي، يعني في عسل وفي حبوب لقاح. الإطار هذا إطار أساس، هذا الإطار حضني، هذا إطار أساس، هذا إطار حضني، وهذا إطار أساس. طبعا غذيتها تغذية جيدة، وعملت لها تحييز، يعني في حاجز بالطابق بصندوق التربية، حاجز من فلين، والصندوق العاسلة في هذه الغذاية الجانبية زي ما انتم شايفين، والتغذية موجودة فيها. في خلال 48 ساعة النحل بنى إطار الأساس هذا وإطار الأساس هذا، وهذا الإطار حاليا النحل بيشتغل عليه، نورجيكم إياه. هاي النحل، يعني بنقدر نعتبر إنه أصبح شبه مبني هذا الإطار. هذا بعد 48 ساعة من عملية الرفع. هذا برضو إطار أساس، هاي النحل بناه، وكذلك الإطار الثالث، يعني 3 إطارات أساس في الصندوق العاسلة بناها النحل خلال 48 ساعة. كذلك الأمر إخواني الكرام، 3 إطارات الموجودة في الأساس اللي موجودة في الطابق السفلي أو في صندوق العاسلة برضو مبنيات بهذه الطريقة. يعني أنا جربت الطريقة الأولى على ملكة قديمة، والتجربة الثانية كانت على ملكة تلقيح جديد. أنا بنصح يعني أي أخ هيك عنده خلية 6 إطارات 7 إطارات يرفعها على هذه الطريقة ويشوف النتيجة. أنا النتيجة عجبتني جدا ومبسوط منها كثير. تحياتي.